السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أماني سالم معاكم. كل سنة وانتم طيبين لشهر رمضان الكريم، يدخل علينا جميعا بالخير إن شاء الله. النهاردة إحنا في اسكندرية في سوق الحقانية، وهنشوف مع بعض يا ميش رمضان ومخللات رمضان وروايح رمضان الجميلة. والفيديو ده مخصوص لكل متابعيني وحبايبي والمغتربين اللي نفسهم يحضروا رمضان في مصر واسكندرية بالذات. يلا مع بعض شوف الأجواء الجميلة وإن شاء الله تعجبكم الجولة. وهنبدأ الجولة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة المخللات، ما شاء الله على الجمال وألوانها وطعمها رائع جدا جدا جدا. يلا نكمل باقي الجولة ويا رب تعجبكم. يلا كل سنة طيبين. قولي بقى الزيتون الأخضر ده ما شاء الله، ده تفاح، زيتون تفاحي ده، ده زيتون تفاح. في الأخضر السيوي ده، ده سيوي، ده السيوي بتاع مطروح، ده اسباني، وده كلامطه رفيع، وده كلامطه كبير. ايوه لا ما شاء الله. الفلفل الجميل، الفلفل المكسيكي برضه. ده عليه بقى، لا ده ليمون بالعصفر، ده بالعصفر وحبه البركه ومستوي زبده زي ما انت شايفه. ما شاء الله، ده وريني. لا الله ينور، جميل. ده الكيلو بكام بقى؟ ماشي. خيار، ده خيار صغير صغير ما شاء الله، جميل. ربنا يفتحها عليك يا رب. وده ايه؟ مش ده مش توفي. كام بقى كيلو؟ ب20. بس الله ينور، حلو قوي. ناكل قبل رمضان بقى. وجولتنا لسه مستمره لسوق الحقانيه. الشارع كله محلات مخلل، وكل محل عارض البضاعه بتاعته بطريقه تانية وشكل تاني، يعني ما شاء الله. بس كلها تفرح تفرح تفرح. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب رمضان يدخل علينا جميعا بالخير وبصحه جيده جميعا. وهنستمر لسه في الجوله بتاعتنا، هنخلص المخللات هنخش بقى على البندق والسوداني والزبيب وجوز الهند. وكل سنه وانتم طيبين، ويلا بينا مع بعض نكمل الجوله بتاعتنا. ويلا بينا مع بعض بقى نخش نشوف بقى البندق والزبيب وجوز الهند والبلح واليميش رمضان. ما شاء الله الحقانية كلها متزينة بكل روايح رمضان الجميلة والبركة والخير، والناس كلها بتنزل تشتري طلباتها، وأسعارها ما شاء الله معقولة ومناسبة. إن شاء الله تعجبكم الجولة. ودي بقى بيعملوا كياس كده صغيرة فيها يميش وفيها حاجات رمضان وفيها بندق وفستق، حاجات كلها صغيرة. الكيس لوحده ب10 جنيه، يعني مثلا لو حد مش عايز يشتري كل المكونات دي كلها ممكن يجيب كياس صغيرة بالشكل ده، والأطباق دي ب20، لكن الكياس ب10. شايفة بقى أشكالها حلوة جدا جدا جدا. وده جوز الهند والواحدة ب20 جنيه، بس طازة وجميلة جدا جدا جدا. ويا رب إن شاء الله تعجبكم الجولة بتاعتنا، وإن شاء الله في جولات تانية وحاجات جميلة جدا جدا باسكندرية وأهل اسكندرية وحبايب اسكندرية. واسكندرية جميلة جدا، وكفاية جوها الجميل والبحر بتاعها رائع 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 في الشتا ده. احلى بحر في الشتاء في اسكندريه، تقعدي القعده الجميله ما تنسي نفسك وتنسي الدنيا. يا رب يروق بال الجميع، وان شاء الله رمضان كريم على الكل. واحنا لسه مكملين الجوله بتاعتنا في الحقانيه. ما شاء الله، يعني الزبيب والبندق واللوز يعني كلها تفرح تفرح تفرح. واجواء رمضان الجميله، كل سنه وانتم طيبين. شايفين بقى الجمال، يعني اللي عايز يشتري ينزل يشتري ويفرح، مش بالشراء وبس، لا بالاجواء الجميله والناس الطيبه. يعني بصراحه بصراحه حاجه تانية خالص لما تنزلي وتشتري حاجه رمضان ومعاك الاولاد، بتفرحي كده بالفرحه وتحسي بالسعاده. ويتعاد على الجميع يا رب بالخير. شايفين بقى جوز الهند المقشور، هو التخين شويه والناعم، كل الانواع موجوده الحمد لله. ويا رب ان شاء الله يتعاد علينا جميعا بالخير. وهنخلص بقى الجولة بتاعتنا، ويا رب يا رب يا رب الجولة تكون عجبتكم. وكان معاكم أماني سالم، وإن شاء الله إن شاء الله في جولة تانية إن شاء الله في الإبراهيمية المرة الجاية. في الإبراهيمية، في مول الإبراهيمية، هنشوف بقى الفوانيس والزينة والجمال كله في اسكندرية. يا أهل اسكندرية وحبايب اسكندرية والمغتربين اللي اسكندرية واللي مش اسكندرية، نورتوني وشرفتوني في القناة. ويا رب إن شاء الله الجولة تكون عجبتكم. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أماني سالم، وإن شاء الله مع بعض في جولات تانية كتيرة جوه اسكندرية